بسكون الليل، الناس كلها نايمة، بدخل على الغرفة اللي أنا خليتها لقيام الليل، استقبال الله عز وجل في قيام الليل، لأجلس بين يدي الله عز وجل. اليوم أخواتي حبيت أحكي لكم عن سورة عظيمة في القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى ناظر لقلوبنا، ناظر لحديث نفسك. فكرة هي صدقة عنكم أخواتي، عني وعنكم، دائما بنويها إلي وإلكم، إلي وبيت. وقعدت وقت ساعة الإجابة، بدل ما تقول يا رب يسر أمري. والله يا بناتي ويا أخواتي الحبيبات، إني لمست كرم رب العالمين بس هيك وقفي على بابه بكتابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كيفكم حبيباتي؟ طمنوني عنكم، يا رب دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل. ويا رب جعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب جعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب أعطه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ أخواتي، شكرا، الله يسعد قلوبكم. لكل وحدة سألت عني وعن والدتي، الله يجبركم ويعطيكم حتى يرضيكم، ولكم بالمثل أضعاف أضعاف ما تتمنون يا رب، وأنتم بخير وصحة وعافية وحياة مديدة، أنتم ومن تحبون يا رب العالمين. بالفعل حسيت عندي إخوات جواهر والله، الله يجبركم. يعني بالجد بتخوني الكلمات على المحبة اللي لقيتها منكم، على يعني ما راح شو بدي أخواتي، الأخوة في الله والمحبة في الله شيء عظيم. الله يديم هالمحبة بيناتنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ويجمعنا يوم القيامة على منابر من نور. الله يسعد قلبكم، والله اشتقت لكم كتير واشتقت أقعد معكم وأحكي معكم. سبحان الله، ما منعني إلا هذا الظرف. الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا، الحمد لله. تعال نبدأ اليوم هذا الفيديو. رسالة من الله لك أختي، أنتم أهل البلاء، أنتم أهل العناية من الله، أنتم أهل الصبر، أنتم الذين توفون أجوركم بغير حساب. أيوة أختي الحبيبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأهل البلاء، كيف نتأدب مع الله وقت البلاء حتى ننال المنح؟ أختي الحبيبة، لكل محنة منحة من الله. اعرف انه هذا البلاء اللي انت فيه الان هذه هدية من الله لك حتى يعطيك شيء كبير وتنالي منزلة عظيمة ويجيك شيء بعد هالبلاء تبكي من الفرح. كانوا الانبياء يفرحوا وقت البلاء. ليش؟ وقت يشتد البلاء، بالذات وقت يشتد البلاء، قرب الفرج وقرب النصر وقرب الفرح وقرب الجبر من الله، قربت المنح الإلهية من الله. الأنبياء أشد الناس ابتلاء، وهم أحب الناس إلى الله وأشد الناس ابتلاء. ربي شوفي كيف منحهم وعطاهم المنح منه سبحانه وتعالى وجبرهم. سيدنا سليمان أعطى رب الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين
كل بناء وغواص. سيدنا أيوب رب عوض أولاد وبنين وأصلح له زوجة. سيدنا يونس رب أنقذ من بطن الحوت ونجاه وأكرمه. سيدنا زكريا ربي سبحانه وتعالى على كبره وعقم زوجته ربي رزقه. سيدنا يحيى نبي، نبي يكمل رسالة ربي سبحانه وتعالى في الأرض. كل ما بتصبري كل ما الله بيعطيكي منح، كل ما بيشتد عليك البلاء اعرفي انه في منحة، لكن في أدب مع الله وقت البلاء. أهم شيء بالبلاء الأدب مع الله. وانت بالبلاء أختي الحبيبة لا تقولي اشمعنى أنا، ليش هذا فلان مرتاح وهذا فلان وهذا عنده وأنا لا. قولي الحمد لله، قولي الحمد لله وأرضي، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هيك بتكوني بعين الله، هيك بتكوني برعاية الله، هيك بتكوني من اللي بيحبون الله. إن الله يحب الصابرين، إن الله لمع الصابرين. الصابرين يوم القيامة لهم منازل بيدخلوا الجنة بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أيوة أختي وقت البلاء قومي صلي، قومي قومي الليل، قومي كتري صلاة، قومي صلي ركعتين لله، قومي اقرأي سور بتحبيها بالقرآن، اقرأي جزء من القرآن وانتي بالصلاة، واشعري شعور انك انتي مستسلمة لأمر الله، خاضعة ذليلة وانتي عم تصلي راضية بما قسم الله لك. وشوفي البرد والسلام اللي حينزل على قلبك واليقين والصبر والرضا والجبر اللي حتنجبري فيه بإذن الله. الاستغفار، أيوة أختي الحبيبة استغفري. سيدنا سليمان شو قال؟ قال ربي اغفر لي، قال ربي اغفر لي، وتوقعت عليه المصيبة قال ربي اغفر لي واستغفر ربه، استغفر ربه وخر راكعا وأناب. أيوة الاستغفار وقت البلاء. استغفري قولي ربي اغفر لي وارحمني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قولي هذا الدعاء، ربي اغفر لي وارحمني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كرري هذا الدعاء كثيرا، ربي اغفر لي وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربي اغفر لي وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. استغفر بهذا الصيغة، ربي اغفر لي وارحمني، لها أثر عظيم في اليقين وقت البلاء. ربي اغفر لي وارحمني، ربي اغفر لي وارحمني، ربي اغفر لي وارحمني. استغفر الله أخواتي. بعد الاستغفار ادعي الله عز وجل. شوفي سيدنا سليمان عليه السلام شو قال؟ قال ربي اغفر لي، استغفر، بعد الاستغفار دعا الله عز وجل، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اجت الآية اللي بعدها، فسخرنا له الريح تجري بأمره. إذن استغفر ودع الله بوقت البلاء. استغفر وحصلت المصيبة ونظر أنه يعني وقعت عليه، قال ربي اغفر لي، لجأ إلى الله وشعر بذنبه وشعر بانكساره أمام الله عز وجل، قال ربي اغفر لي
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أنت هون بهذا الوقت استغفري الله عز وجل وادعي الله عز وجل باللي بتتمني، هذا وقت مجاب بإذن الله، وقت استجابة لك يا أختي. اغري وأرضي بالله أعطاك إياه، والجأي الله بالصلاة والصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة والاستغفار والدعاء. إذا كنت بإذن الله قمت بهذه الأفعال أو العبادات العظيمة، شوفي ربي كيف حيعطيك المنح، ربي سبحانه وتعالى حيجبرك فيها وتندهشي بالجبر، ربي حيعطيك إياه، يبرد قلبك ويثلي صدرك لكل محنة منحة. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واحمد الله على كل حال، والحمد يخرج من القلب، لا تخلي الشياطين الإنس تعبيك إنه أنت صار معك هيك لأنك أنت هيك لأنه هيك لأنه. وللحمد لله أنا راضي باللي الله كتب لي، وشوفي العناية اللي حتجيكي من كل جانب ومن حيث لا تحتسبين بإذن الله تعالى. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما. لا تنسوني من دعائكم، وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.